ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. أديك الحمار لا تسألني لماذا هو متغطرس إلى هذه الدرجة، لا تسألني ليش شايف حاله هالتافه وعلى شو، ولا تسألني عن أوضاع الديك، لأنه للديك ضرورات خاصة بوجود الدجاجات، فتراه يستمد الغطرسة من شدة إقبالهن عليه ومن شدة دعمهن له ومن شدة لحاقهن به واللهاث للظفر بساعة بقرب الحبيب أو دقيقة لا فرق. أما شفت الحال فقد استمدها ديكنا الحبيب، حبيب نسواننا مو حبيبنا، من حاجة صاحب المعلف إليه، لأنه يدر له البيضة درة لله درة، فهو تقريبا في المعلف شريك. فإذا كان صاحب المعلف رضيان عليه وعم بيفوت له هديك الحسبة من البيض، وما أدراك ما البيض، شي بتاكل على الماشي، شي مسلوق، شي مقلي، وشي بيفقس بيطلع منه جاج مكسيكي وشيكن ألاكييف وكله جاهز للأكل معلم. وإذا كانت الدجاجات به رضيانات وعليه فهمانات ولظروفه مقدرات وبجماله معجبات ولإشاراته مستجيبات، فما الذي يجعل من رأينا له قيمة نحن الرجال؟ لك العمى صار نسواننا بكل وقاحة وبوجودنا الكريم يولولنا على جماليات مهند وعلى رجوليات يحيى وعلى جقليات تامر، وصرنا مثل الكومبارس بهالبيت، لا صوت لنا بل ولا صورة، لك فهمنا أنه ما بنقدر نفتح تمنا ونحكي لما بيكونوا جماعة إياهن منورين الشاشات، بس شلون بقدرة قادر نقامت صورنا من صدور بيوتنا ونحط محلها صور للأغراب؟ يعني معقولة كل ما أجي بدي نام أقفل نهاري على صورة مهند على الحيط وهو عم يرمقني بنظرته السحرية ويرمق مرتي طبعا معاتبا إياها لأنه مفوتة واحد غريب على غرفة نومة؟ يعني طلعت بالأخير أنا الغريب وين؟ بغرفتي الشخصية؟ إيه هزولة أبو شريك. بس يا أبو شريك طول بالك شوي، المسألة مسألة صبابة وإعجاب مو أكتر، يعني مثل ما نحن الرجال بنفتح تمنا ونرتخي عيني عينك كل ما طلعت هيفاء ولا نانسي، شو راح يطلع لنا أكتر من هيك؟ احسبها صبابة مو هيك؟ هي على عيني صبابة، بس أنا ما علقت صور نانسي بغرفتي ولا حطيت لقطات لهيفاء على مكتبي، بس ما بنكر إنه عامل لهم فايل مرتب على موبايلي البلاك بيري اللي ما في منه غير بأميركا وعندي، يعني بقعد أنا بتفرج عليهم لحالي. حلوة السترة يا أبو شريك. بعدين معروف إنه الرجل بيقدر الجمال. ما بعرف يا أبو شريك شو بدي أقول لك، أنت بنفسك عم تعترف، بس مشكلتك إنك بتغار من الديك وكمان مرتك بتغار من الجاجة النغنوشة، وأنت بتعرف إنه ما في داعي للغيرة من الجاجة، لأنه بس توقف عن البيض رح يذبحوها وعلى السياخ رح يدوروها ورح يعملوا منها مخدات بعد ما ينتفوها ورح يقلوها ورح يشوها ورح يسلقوها ويدوقوها بعد ذبحها شتى أنواع العذاب، وبعد ذلك بلا ملح بياكلوه. أما حبيبنا الديك المتأنزع والمتبرفن والمتشيك واللي كل ريشة من ريشاته بجهة وكل وحدة منه اللون، فرح تخلص مدته، رح يذبحه، رح يضل عم يرقد بلا راس شي 5 دقايق وهو مو مصدق انه صاحب المعلف اللي كان عم يدلل فيه ويشبرقه وينغنشه ويكشكشه وينشنشه هلأ عم يذبحه. يا إلهي، ما زال الديك إلى الآن مندهشا من ذبحه على يد صاحبه، ما زال هذا مو ديك، هذا حمار. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.